تحت رعاية معالي فريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، انطلقت حملة الكشف عن ارتفاع ضغط الدم في مملكة البحرين بالتزامن مع اليوم العالمي لضغط الدم بهدف توعية المجتمع بأهمية قياس ضغط الدم وتجنب مضاعفاته. هذا وأكدت وزيرة الصحة أن مملكة البحرين تولي اهتماما كبيرا بالوقاية والسيطرة على الأمراض المزمنة للحد من تداعياتها وخطورتها. من يمتلك الصحة يمتلك الأمل، ومن يمتلك الأمل يمتلك كل شيء. فبالتزامن مع اليوم العالمي لضغط الدم تأتي الحاجة الملحة بأهمية الفحص والكشف عن هذا المرض، متمثلة في حملة توعوية لبيان مسببات الإصابة به ومدى خطورته على صحة البشر. اكتشاف المرض بشكل مبكر مهم جدا بالنسبة لصحة كل شخص يعني موجود في عايش، وهذه الحاجة اللي هنسوينها على أساس أنه يكون الحملات هذه أن تحاول تكشف أكبر عدد ممكن من الناس في قياس الضغط، حتى نعرف الناس اللي عندهم ضغط وهم ما يدرون، فبذلك نحولهم إلى يعني المؤسسات العلاجية حتى يبتدون يأخذون العلاج. طبعا العلاج مكون من يعني كذا انستراكشن، منها ادويه، منها التعليمات الحياه الصحيه اللي المفروض ياخذها. فهذه دور حملتنا ان نسلط الضوء على اهميه قياس الضغط واهميه اكتشافه وعلاجه والتحكم فيه باسلوب حياه صحيه واخذ الادويه بانتظام. يرتبط ارتفاع ضغط الدم بمرض السكري بنوعيه الأول والثاني، حيث أكدت البحوث والدراسات أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى فشل القلب والسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى. بلغ معدل الانتشار لمرض ارتفاع ضغط الدم في مملكة البحرين بحسب المسح الصحي 2018 33.6% من بين المشاركين في المسح الصحي، وهناك العديد من العوامل البيولوجية والسلوكية التي تؤدي إلى الإصابة بأمراض ارتفاع ضغط الدم، أهمها طبعا التدخين، ارتفاع الوزن أو السمنة، الخمول البدني، وقلة نظام أو تناول الغذاء الغير صحي. تشارك اليوم مراكز الرعاية الصحية الأولية في حملة الكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم وهو 17 مايو من كل عام، حيث تتضمن وتتميز هذه الشراكة في مشاركة القطاعات الصحية في المملكة والجمعيات في مملكة البحرين، وإن دل على التميز في هذه الشراكة ووعي مجتمع البحرين. يتم تنفيذ حملة شهر مايو لقياس الضغط في عدد من المراكز الصحية من أجل زيادة فرصة الوصول إلى المصابين بمرض ضغط الدم وتقديم المشورة لهم للوقاية من هذا المرض. حملة توعوية هدفها في المقام الأول التأكيد على أهمية قياس ضغط الدم وتجنب مضاعفات هذا المرض التي قد يصل إلى الوفاة من خلال الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.